السلام عليكم. بوكي مالا بكم الفلسفة أم العلوم. السؤال اللي يطرح نفسه بإلحاح، شكون الرجل؟ زعما تكون مطلقة ولا؟ يعني سونز إكسيبسيون كي تقول لهم راني داير شعبة أدب فلسفة، ولا رياكسيو تاعهم معاك تكون يا ترى قول لي شارك تقرا؟ راني نقرا فلسفة. فلسفة؟ والله طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. سلمي من كتفي، انتوما اللي تهضروا بزاف. يجي حامبو قول لي اش غادي دير بهذه الفلسفة؟ تشكاش نهار فلسفة صناعة لوطو؟ كل شيء راه بالعين دروك، تحيل العين انتوما راكم عايشين بينا، لو كان ماشي العين كاع ما نعيشوش. والله كيما راني نقول لك، شاه العين شاه، ديجا على بالك بلي العين هو اللي راه مخسر كلش، صنع لي بورطابل، لي بيتي يردو الشعب العاية على جهة، والفرا يخليوها على جهة. لافونير في القنت. وكما يقال، ارمي بالفلسفة إلى الشارع يحتضن من الشعب. والله كيما راني نقول لك. وكون انا نقرا فلسفة، وي باسكو انا حمار في المات في السيونس فيزيك، وهذا يسموه شرح بطريقه فلسفيه، ومنه نستنتج بلي انا حمار في المواد انا فهمها، عندي بقره مكتله في راسي دايره كارو. اذا كان قريت الفلسفه بوغ لا بروميير فوا ما فهمت علاش العلوم فصلت عليها. السلام عليكم اعزائي التلاميذ، واليوم نبدأ الدرس الاول تاعنا في الفلسفه. اوكي، ما على بالكم الشمس دائريه الشكل والقمر دائري الشكل، مي الشمس تخرج في النهار وحاميه، والقمر يخرج في الليل وبارد. وهنا نطرح الإشكال التالي، ما هي العلاقة بين الشمس والقمر؟ هل هي علاقة تكامل أم انحراف؟ بون ملي لكم الدرس. اعتبر الفلاسفة قديما أمثال أفلاطون وأرسطو وسقراط أن الشمس كانت تخرج من المشرق. قبل شوية أستاذ فريني. 2 hours later. هذا غير الدرس الأول في ست صفاحي، أي أول عام شاعر فيه؟ بالعمي هذا انا ربعت عليه ريتشيس ولا قدوني. فوالا كان هذا هو الدرس تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله تكونوا فهمتوا مليح. بولي ما فهمتش شي دير عندي لي كوراني سكني هنا تحت القهوه، فما يخلصني بالحصه الاولى. ها فوالا باسكو ما خدمتش كريدي. وانا ما نعرفش كاع الاساتذه تاع الفلسفه، من الحاجه اللي تميزهم هو انك ما تقدرش تغش معاهم. راني غادي غير هنا عند الاستاذ، ما نلقاش محاوله غش ولا. ولما الله الوحيد اللي في الفلسفة اللي ترى لك فورد ولا الاختبارات سيكون تكون حافظ لما تفهم السؤال. وملي بديت نقرا دروس تاع الفلسفه راه ماركيت بلي جميع الفلاسفه كانوا متفاهمين. تيماجيني كيفاش كانوا عايشين حياتهم بكري، تدخل اي حاجه يتناقضوا عليها. راك تشوف هذه الحبيبات البيضاء، هذا على حسب التجربه الافلاطونيه تاعي، هذا ملح. ابي كيفاه ملح؟ واك هرقليطس يقول لك بلي اي حيه عندها اللون ابيض سكر. هاك دوك وشوف شو دوك. سي فريكو في بنت الملح، من قعدت في النظريه الهرقليطيسية واللي تقول بلي هذا سكر بلي ودي يقطع. اي شرك دير؟ راني نشرب الماء. شرب الماء؟ الماء ما يشربوهش، ياكلوه. ياكلوه تسمى نديره في الخبز كي الفرماج. اي بويسك الفلسفه ماده كلاميه تحرر الذهن، بالعربيه تردي تعرف تهضر على الغاشي. مي اسكو في حياتنا رانا نستعملوا مصطلحات فلسفيه، وتيماجين لو كان جينا نهضروا بالفلسفه اللافيريه كنت تذكر الفلاسفة وكاع. هكا على بالك بلي أفلاطون عنده أخته معوقة، وزيد بزيادة سقراط. قرا أفلاطون مي ما عرضهاش العرسة. واعر أفلاطون واعر ديب، ربي عطاه على حسب قلبه. وما قلتلكش ثاني، البارح طقيت أرسطو في الحمام كي يستنى تنقلع في الشوربة قدها. أي قال لي والله نخلص على ولدي تحميمه. كيفاه؟ الله يصفر وجهك إن شاء الله. بورت مالور. إيماجيني نروح نخطب موبايل البنت يكون أستاذ فلسفة. يلا شو هما الشروط الفلسفية تاعها؟ السلام عليكم عمي، كيراك داير غايا؟ لاباس؟ الحمد لله. بو عمي بنتك راه عجبتني، واليوم ان شاء الله راني جاي نخطبك. مرحبا بك ولدي، مرحبا بك. بو نعطيك معلومات فلسفية على بنتي. بو انا بنتي غير تعسوا، ما تدخلش للدار بكري وكل يوم برا. على بيها كل يوم نشوفها انا طالعها هاودا مجيك نقول فور. كرهها ولا قدها قبل المشي، غتلبس 50 واحد. ندخلوا في المفيد ولدي. بو انا على حسب النظرية القشطاطية تاعي، راك تبان لي انسان مقطع وما عندكش
كوستي مو ملبس تهجريني بتريكو نيشان عمي عندك صح انا ما عنديش بصح والله الميل فليكسي ما نونا نلمله ده غلب ما قدونيش الدرهم باش نجيب النور وانا باش تدي بنتي لاخ تكون خدام باش تكون خدام اللي تكون قاري باش تكون قاري لاخ تكون متربي باش تكون متربي شكون يربيك باينه بلي والديك سي محمد على بالي بلي انت اسد تاع فلسفه جيتك نخطبك في بنتك ما جيتش تفلسف عليه وعلى ضوء هذا الجدل ودي ما قدش نمدك البنت باسكو راه عاده صغيره ومازالها تقرا فوالا الور بقى تشوف جهه واحده اخرى هي با بروبليم انا ما مديتليش بنتك صال ميل فاي والله ما راكم كاينين ندير الضرب قهوه مسكين ميل فاي سيمانا هو عندها في الدار ريحه الحموضيه راه فيه وباغي نمد له بنتي تاك مريض انا استاذ تاع فلسفه بنيادم قاعد يهضم نظريات اي سي بوصلنا لفوت هذا الفيديو جيسبر تكون عجبتكم ما تنسوش ديروا جيم صافي بليزير اي ما تنسوش تبارطاجوا وديروا ابوني في لاشين يوتيوب لي سونسيال كيما بدات لا فيديو نبقى لكم نقول لكم سلام Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing